ادم ابو المجد. ما كانش ينفع اقوم على عم وما وصلكمش. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي الصراحه. يا عم ما تشكرنيش، انا اشكر الفيسبوك واصحاب الفيسبوك. انا بس لازم اقول لك حاجه مهمه. احمد موقفه مش سيء خالص. اهم حاجه ان هما ما عملوش تحليل الدم، لان لو عملوه تحليل هتبقى مشكله كبيره. المهم دلوقتي عايزك تفهم منه هو فعلا عمل كده ولا لا، لان انا حاسس ان في حاجه غلط. ادخل. عايز افضل في السلطان ده. سامحني. انا محتاجك اكتر ما انت محتاجني. لو انت لسه محتاجني. فاكر يا ادم لو قلت لي مره ان انت عيوني بتاع ابوك وخالك ومدرس العربي؟ لما انت اختفيت انا حسيت بالذنب. سمعت كلامك ورميت كل العبايات دي وسبست عبايتك انت. يمكن ما كنتش اقصد غصب عني، يمكن صدمت ان انت اختفيت، يمكن عشان كنت بشوف فين كل اللي حواليا قد ايه هم محتاجينك انت فبقيت انت ومعرفتش، لان انا كنت بعمل شبه الحاجه مش الحاجه نفسها. حبيبي انت مش لازم تكون شبه حاجه. عم انت ممكن تكون احسن من اي حد فينا. بقيت ماشي ماشي. طب بص دلوقتي احنا هنتصرف. انا هطلع اجيب لك خل هات بالباع كله عشان نعرف نغني في انتاج التحليل. ايه ايه انا مبسوط باللي انا فيه ده. انا احمد ابراهيم ابو المجد مسؤول عن اللي انا عملته. انا مبسوط كده.